Allah'a Yavrum. O da sözleri. Şeyma. Matata. Şeyma. Şuşu. Şeyma. Şeyma. تفضل لك الكلمة. هو سريع عرفني كنت شكون. حلوا لينا التلفزة قلقنا، حلوا لينا التلفزة. ايه وش اسمه؟ يا شوشو وخيوطك الكل طيحناها. بقويك بقويك بقويك. بتخبى عليك شيء. نورمال وأول حاجة تعملها أنت الليلة، أول حاجة تعملها تمشي تنحي الكومنت نتاعك أنت. فماش ما انا نسامحك ونبرد عليك. قول لبجا ربي سامحني سامحني سامحني. شنو مريضه ذي اللي طيحني بها ربي؟ باهي وليلى علاش اقوى ليله؟ الليله اكبر حنه صارت في تاريخ تونس الكل. ما عملها حد. انا وحمد توري وليدي سماره. شو هكا الحكايه عاد؟ اللي يشوفكم هكا يقولوا تموتوا على بعضكم، انتوا ما عدت الفيته. باش نكتب لكم اسمه كونك المدام لهنا. ويتكم في باش نكتب لكم اسمه كونك المدام لهنا. اعمل لي تصويره في الدينار ولا في حاجه ودور بها من بلاصه لبلاصه. كونك المدام لهنا اسمها في البلاد يضرب يسرع. اي اللي باش يحاول يقف قدامي ولا قدام نادي سماره ولا قدام حمى السوري ولا قدام مليك وسيدي، رانا باش نوقفوا عند حد، ورانا باش نضحكوا عليه تونس كامله، رانا باش نبادلوا بحاله، رانا باش نخليوه يضحوكه. وراني البريمه تولي حلفوا ورحمة بابا ورحمة بابا. إلى ما نوريك عقار شكون أقوى، عقاري ولا عقار؟ أنا بالنسبة لي سيء الكونت نحا كان درس كبير للخميج والفساد والحثالة اللي طلعوا وراء كونت المدام الرقاصة هذوكم الكناكيرات وكل حارقين هذوكم اللي طلعوا كونكا. شنيا؟ اش قلت؟ أنت توا قدوة للحثالة نتاعك، الجيش نتاعك هذوكم اللي تبعوا فيك كل طرف الرقاصة كل الحارقين البرا هذوكم مش لاقين حتى باقيت ياكلوها البرا. إيه الحارقين البرة ذوك مش لاقين حتى باقيت ياكلوها البرة. نهارك مسود اليوم، استنى ليلة نفرج عليك السوق عاد وننشر لك صابونك. على شكون تتكلم؟ وين ماشي؟ خاتيني أنا أختي. إش فما وسيل؟ فما شي إبراهيم ولدي. هذا قلت لي عجبك؟ هذاك هو. حتى يا غبي باهي ايش القفل كان جب جبت هبط عينيك كسرة. اسمعني ما عادش تدخل روحك في مداخل كامل هكا، نعرف نفض اموري وحدي. يا ارتاش كيفاش تلوبك؟ يحب المدام تبارتاجي لهم ستوريتهم ديجا اختفوا توا، حتى واحد ما يجرأ فيهم انهم يخرج في ستوري ولا يتكلم ولا حد ما يتنجم انه يخرج قدامي قدام يدي سمارة وحمى ويتكلم. يا اقسم بالله شو الهاجة ذي؟ فماذا بيكم توا كلكم تركشوا وتسكروا في فيهمكم، الكل تسكروا في فيهمكم، حد ما يتكلم. خمليدة ذي اش بس خب نخدم عندها؟ قاعد يمشي يجي. خاطر القدوة نتاعكم الكبيرة تنحى طيرناها من الانستغرام. مسكينة حادة، جوز حروف وشادة. كونت المدام فانتوما تو تقعدوا ساكتين تتفرجوا وتسكتوا، كلكم تو تدخلوا تفرجوا فينا من فوق بروفيل تقعدوا ساكتين ما تحلوش فيهمكم. سكري فمك يا مشومه يا قرومه يا وجه البومه. وذي حاجه ما نجمش يعملها لي جيرة وتسكر كونت في 300 ألف في اقل من 24 ساعة. فما جاش في بالهم انه باش يجي نهار ويتسكر كونت المدام. بابا 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 قداش تكتبوا خيتي فيها الدار يا للختي. زهرة البنات. سامحوني في الكلمة اللي باش نقول هنا، تعرفوني شيء ما متربية برشا، حتى الكلام زايد في حياتي العادية بين صحابي حتى كلهم وعائلتي ما نحكيش كلام زايد. شي ليه سيدي بن عروس؟ زايد أنا طبيعتي هكا، فنقول هيك تخرالي فيه، تخرالي فيه. يا حشومي يا حلا تونس. هنا من اللي ريتها
قلت اللهم صلي على النبي على الفينه والتربية. تخراني فيه يا لله على هالتربية يا لله على هالاخير. سمعت لله هاي كانت تسكت 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 وتقول خيار الكلام. تخراني فيه هذا اللي يقول الطفلة عاقلة وعاقدة فيها النظرة. لوخة ما تسطريش يا ورحمة الليل الغالي يا ما نوريك فيها اليوم. هذيك طبيعتي نخدم بيها ونحكي بيها. يا انت سي وزنك ودرت لي صاحب المسبيح بس على روحك انت انستغرام هذا امش نوريك. واسألوا اي عبد من صحابي اللي يعرفني في الدنيا نقولوا حما ستوري ليدي سمارة هذوما اصحابي القراب لي في الدنيا. من وقتي الناس تحبنا على طبيعتنا على تربيتنا. ويا احنا ندبهم الدور لله يا يح 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 يح. اش تحبني نحكي اش تحبني نحكي. وكان مش يقولوا خاطر متحجبه ومشيت عملت عمره. كان ما عملتش عمره اقسم بالله ما نعري شعري ونبدا نصيح ونبدا نقطع ونبدا نندب على نظافتنا على شرفنا. نو اي ديدنا سي على نظافتنا على شرفنا. تخراني فيه في عليه عاد الناس تحبنا على طبيعتنا على تربيتنا على نظافتنا على شرفنا. يزي من البهيمة شو اللي في شريفة مرايا ما نجمش نهبطو تخط الشرط قصير وبلي فم وليدي تابعوا فيا فنحشم خليني هكا. شوفوك تطلع هذين اللي طلعت لكم به بما نشفى كراني ربي راني في بديت حويجي احسو بشرفت الطرفين. ايا ايا طي شنو فوتكن على روسنا ندخل مغاد سيدي محرز. ايا اتيتني ساعة يأسي تخراني فيه ما صحش بك حزارة بلاي خلينا نجاوب عليها الحكاية ذي نشوف ماما شنو نجاوب. هو انا عم ناول صحيح بابا كان حزار اما بابا كيشوف الدنيا تبدلت وشافني نخدم في الحليل سليمة روحت بيه وزرولي انا فرحانة توا خاطر وانا مروحة يطلبني لفريزان قولي يطلبني لفريزان قولي يعني جبت لك قضيتك كذا نستحقوا احنا اي طفله صبيه ولا معرسه موجوده عندها. هذا هي السير اللي ذابوا بالماكينه وتعمل به وجهك اهو. كوكو على السلامه يا جماعه مرحبا بكم. اليوم حبيت نقدم لكم البرودوي هذايا باهي برشا للسنين. تغسل به فمك 10 مرات السنين ديما يبقاو بيض وريحه فمك بنينه. كيف كيف عندنا البرودوي هذايا بطبيعه معروف على الاخر هذايا تغسل به وجهك 3 مرات يولي ديما يلمع لمعان وينحي لك البوانوار. ثبتوا معايا مليح راهم تاع وجه ماهوش نتاع دبش. يا بابا يا بابا على التخلف عندها 650,000 ولا قد يتبعوا فيها ملا جاهل ملا بهامه. برودوي نتاع دبش باش يعمل ريحه للدبش يحطوه في الماشينه لافي ولا مانيش عارف انا حاسين نتاع ريحه. قلت لهم البنات تحطوه في الماكينه نتاع السير باش تنقيو بيه. اه شو مك اه نارك اه قلك واحد يشد مترقه يجي يضرب راسه تبدا الدم يشرشر على الجهل والتخلف يكب سعد العار. صحيتك ديما ايجا يا تحدوده قد نحبك جتين. هاني جيتك هاني جيتك ما نجمتش نسكت ما نجمتش نسكت ما نجمتش نسكت شيء اقوى مني. اي اي افرح لي بها يا ربي يا ربي يعنبو الانستغرام ويعنبو لي فولورز نتاعك اللي ردوك عبد ويعنبو لي مارك اللي يحبوك تتعامل معاهم اللي تعمل لهم في بيبليسيتي وحده مصدقه. انا توا نمشي نحط شهادتي وقرايتي والليسانس والماستر دو ريشيرش والهم الازرق والدكتوراه اللي باش نعملها تا كل شيء نمشي نحطه في الزبله في الزبله. واش نقرا ماركتينغ انا لوين نقرا 6 سنين من حياتي في الجامعه باش تجي وحده انستغراموز على خاطر عندها 576 فولورز على الانستغرام. شفت شفت مدام سامحني بالله العظيم ديما نقصي فيهم هربوط حتى عن بعد على غالب. وقلت لك ما زيد صحتي سمنت والله العظيم ما زيد صحتي بالكريم. وعليه؟ اول حاجه الطقم في المنافع مش هكاك في عجين جوست تعمل الكرش ما شفتوني حتى كسمنت ما عملتش لجنة عملت خدود هزيت صحتي بطريقه باهيه فهمتوا بدني تخدم حسيت واحد. بابا بابا بقداش تكتبوا خيتي في هالدار يا للختي كيفاش سمنت يا صندرة كيفاش سمنت وهزيت صحتك يا صندرة
كيفاش هزيت صحتك يا سندرا؟ أتنقلكم؟ كل شيء نقوله لكم، أنتم أصحابي نحبكم ونموت عليكم، ديما نربح فيكم في التراجات والايفونات، وأنتم زوي ولا ما لقيتوا حتى وين تبيتوا، ديما نربح فيكم. فيرينا، فيرينا سمنت بها في الجمعة 4 كيلو، في الجمعة 4 كيلو، أنا تلمو عجبتني شريت منها 4، وأعطيت شوية لماما وبابا وخويا وخالتي وأختي المعرسة في دارها، أعطيت منها شوية. فوالا. سي بون تفرجتوا في تفاهتي، تفرجتوا فيها انا، زدتوني دي فولورز، عملتوا لي كل شيء، محليكم تقتلوا تقتلوا تقتلوا. وقتاش الكريب تعمل فونتر بلا؟ معناها انا توا كرشي خرجت شويه نمشي نضربها صباح وليل ناكل في الكريب؟ ها على خاطر الكريبري درا شكون مخلصتك 3 ملايين باش تهز ام الانستغرام نتاعك تقول لي يا جماعه يا اختي استبله في العباد ولا تستبله في روحك ولا انت من عند ربي بهلوله؟ شكون تستبله؟ بلاش بلاش تخاين الكل مستبهلين كيفك، بلاش تخاين الكل بهال كيفك يا بنتي. فيق على روحك، فيق على روحك، فيق على وضعك. تحب تكون انستغراموز كون كيما انت تحب، انت حره، اما كون انستغراموز بالواقع، كون انستغراموز بمخك الذكي، كون انستغراموز بتكتيكك بفازيتك مش بكذبك وتبلعيتك وبهيمتك والفرنسي المكسر ريفريزور ولا شتعيط له ولا شو. برا ثق في روحك عايش اختي، برا امشي اقرا راك، برا ارجع اقرا، ما دارت في يدك توا الفلوس، برا امشي ارجع اقرا، راهو القرايه مهمه برشا باش انك تحب تولي انستغراموز في مستوى معين من غير ما تخرج عادا بعد في ستوريات في غايرين مني في ما عنيش علاش باش نغيروا منك. صدقني احنا خير منك برشا، في القرايه قارين، في المستوى خير منك، في الفلوس الحمد لله يا ربي الحمد لله عنا من قبل. حبيتك يا نونو، حبيتك يا نونو. هيك حاجه بنينه صندوق تشيز كيك بيستاشا كيما الكريب نذوقوا مطعمه يشهي هو بالجوليه. نعطيكم رأيي انا، تعرفوني ما في الماكله ما نجمش نفلم حتى على وجهي يظهر. مش تقول لي عادة لازم نشرب ماء باش نغص هاو ما سكر يسربني وخفيف هافيت عما بلعته واه بلع خفيف. ساعات تاخذ تشيز كيك تحسه جبن دابا وما في جمال من يوم طبعك خوان كل مره كتب عنوان ما صدقتك ماشي ماشي يا صدقتك ماشي ماشي حياتك كلها خبط ونص والكذب في قلبك من درس وما صدقتك ماشي ماشي يا صدقتك ماشي ماشي بينا 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 ريحته قد نقول لكم بينا مخكويق فيهوش ريحه لا حول ولا قوة في بالك، صدقني ما عادش نحب نقف حتى درج. توجي كيفاش ولا؟ تشوف وجهي ذاك كيفاش يخرج. عجواني يا مار عجواني. راك حزينة وجهك وجه فقر. البنات توا البرير مازال كي وصل للدار، دق الباب قال لي شيماء قلت له نعم، حليت الباب. البنات الفريز أمان في حتى ريحة المانجا، نشم ريحة المانجا معاه. يخدم الوجه البنات يخدم الوجه. اسمعني يعني يقول لك جيعانه مع خطيبك انت في الكرهبه مع خطيب قول له نعمل لك ترتينه تحلي له تلحسي له هكا تعطيه بلحتي له البنات هاني انا نقول لك يخدم الوجه سمنت كل يوم نعلف منه 3-4 مغارف تنوريكم البنات كل يوم انا عندي شهرين انا نستعمل فيه شهرين نستعمل فيه كل فرق نزل كي جابه لقيت شهرين هذي الثانيه ده مو الثانيه البنات حتى ماما باش نروح تزوز الماما فاطمه اختي زده ولا اسمها هي ابعث لها واحده فاطمه اختي باي البنات صري لي بعدها راني ما ناكلش ملاوي ما كنتش نصور لكم ملاوي قبل وهذه بمحبه نصور فيها خاطر هي سربينا وخدمتهم نظيفه بالله خاص ما طلعش الحب في الوجه راني عندي قداش نجي ناكل لازم نتاعهم ممسخ طيب على الشيح اول حاجه فات نتاعهم مغربيه هكا مغربيه وفيها الجبن من داخل وملاوي تتقرمش كيفاش الله اعلم انا في العاده ملاوي نخوم الحمتي تدمنا بالزيت وان شاء الله حاجتها كل تكون نافعه باش العباد تستنفع منها والبنات الكل يستنفعوا منها. عند نايت عمي كان استعملت منفع، كان ما استعملتش منفع، عملت جوز الهند الحب طلع، عملت قلوب الهندي طلع اكثر واكثر، خواتك اللي انستغراموز نهار طول قلوب الهندي، قلوب القراع، قلوب القراع، قلوب الهندي، وشي مطفي ها، بالله وري لي الحب ها، الانستغراموز نهار طول وانتم ها قلوب الهندي قلوب القراع، اعطوني حاجه تصلح. ها. يا يعني بنت حي تضامن وحي انطلاقه ما نجمش نجي اليوم نفشل معليكم. ربي انت فريمون قدك انستغرام وزواق انا حقي اخذيته وكملت وعندي برشا وانت مازلت ما في بالكش ونهار اللي تسمع باش يكون احسن النهار في حياتي من هنا لوقتها
باش نستمتع.